سيدنا سواخر عليكم، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير، كلشي طوب، كلشي هو ها ذاك. اليوم جيناكم فلوق جديد. يلا فقت قدت لي الأستاذة. Good morning. I'm not awake yet. He thinks I'd like wake up like that, wouldn't I do? But take your coffee. I'm still finishing my coffee. Yes, this is a coffee. It's an iced coffee that I have every morning, so I haven't finished it yet. Maybe in another half an hour I'll be fully awake. Yeah. They should know the real me. That's the real me. It takes me a while to wake up. المهم اخوت، المهم كيما شفتوا معنا قدت لي هاد الاومليطات هادو. It's got avocado, spinach, okay. Turkey, like turkey meat. And cheese. Thank you. And four eggs. So sweet. I know, right? المهم قدت لي هاد الاومليطات مع الافوكا مع شويه ديال تشيز الفرماج. وراكم تما راكم عارفين شنو كاين. فرماج هادي رجلي معايا الا درتها انا بزاف في الاخر عرقات في الاخر تعطي واحد الريحه الله ينجيكم منها. اول مره غادي نتشوف مع تلاقينا في الرباط. تلاقينا في الرباط. تلاقينا في الرباط وقالت لي حطيت لها رجلي على رجليها وبقات صابره شحال هي صابره ما قالت لي والو وهي راه بغات تموت بغات تقتل بالريحه. واحد الوقيته وانا نقول لها مالك شتها بحال تصيرات. قلت لها مالك هي تقول لي ورجليك. قلت لها ما رجلي. قالت لي اولد فروماج. قلت لها كيفاش اولد فروماج؟ انا قبا طحتي في بال هاد واش. قالت لي الريحه راه بحال هذاك الفرماج القديم. قلت لها وانا نموت من الضحك على هذاك. هذه هي القصه ديال اولد فروماج. For those people who speak English, if you're wondering what he's saying, old fromage, is when we were in Rabat. And he had put his feet up on the end of the couch, but like in Morocco, it's so hot. Took off his shoes, and I walked by, and I'm like, "Oh wow, old fromage." هذه القصة ديال الأولد فروماج. وخلونا نكمل هذا القهوة وراكم شتو أشنو كاين نفطرو ومن مورها غادي نمشيو. We will go to Costco. غادي نمشيو نتقداو في كاسكو ومن موراها غادي عندنا اليوم غادي نتحركوا لواحد واحد السيده invited her for barbecue. For somebody's birthday, but she's a coworker that I work with, so she was really sweet and said to come over. It's a beautiful summer day out, so who could refuse a barbecue? Yeah. المهم هذا هو الفلوق ديال هذا النهار. المهم فقنا وريناكم شنو كاين. غادي نفطروا ومن موراها غنمشيو لكاسكو نتقداو شي حاجه ومن موراها غادي نمشيو لهاد السيده هادي عرضها الباربيكيو. الى لقينا كيفاش غادي نديروا نفيلميو لكم تما شويه ونمشيو واقيلا نقدروا نضربوا شي دوره في واحد اللاك هنايا. هذا مكان في هذا الفلوق. فما تنساوش اللي كان كيشوفنا لاول مره شنو يدير subscribe and like. I was like, because you don't know what I'm saying. But please subscribe. المهم اللي كان كيشوفنا لي اول مره ما ينساش يدير لنا لايك وسبسكرايب ودعمنا اكثر. فبقاو معنا حتى تشوفوا هذا الفلوق. خرجنا من الدار وصلنا الكاسكو كما كتشوفوا فيه. ها هو راه غادي نمشيو نتقداو شي حاجه انا وايمي. What you buy from there? So Costco, if you don't know what it is, it's a wholesale place. Wholesale means you're going to buy in a big amount so you save money further down the road. So I like to come here and they've got really good meat selection, way better than the store and economically better. So we just have to get like chicken, my cold brew that I usually get, and then just take a look around for like whatever few items. Plus I'm picking up for the barbecue, so I have to pick up a salad and a dessert. So it's huge.
like literally, if you need to get your exercise, go to Costco. And you can save money, shop, and exercise. المهم الخوت كما قلت لكم غادي نمشيو نتقداو شي حوايج من هنايا منهم ديزيرت فور ذيس انفايتد لايك باربيكيو سالاد yeah. وشي ديزير لايك نديهم معنا وهذا ما كان الخوت فبقاو معنا حتى تشوفوا شنو غادي نتقداو وغادي ندخلوا لداخل الى لقينا كيفاش غادي نصوروا لكم شنو كاين تمايا كيفاش داير الجو كيفاش عرفتي كيداير هذا الكبير بزاف هاد الكاسكو هادو دايرينو هنايا بحال سوبر مارشي سوبر مارشي كبير فيه الا كان عندك مثلا الا كنتي باغي تتقدى تتسيفي الفلوس يعني يا كنتي كتقدى مثلا حاجه صغيره وكذا هنايا دايرين لك حاجه كبيره وبثمن رخيص شي شويه هذا مكان هذا هو كاسكو فبقاو معنا حتى تشوفوا لي برايس وحتى تشوفونا شنو غادي نتقداو حنا غادي ندخلوا دابا فبقاو معنا حتى الاخر ديال الفلوغ ما تصابيوش You want to say something else? Because you're like, let's get shopping. Okay. Yeah. No more food. حنا دخلنا الكاسكو شوف اسكو دي. هذا هو كاسكو. كبير. I swear you're gonna run me down with this cart. I don't know. I'm just going. Crazy with the cart. I don't have a driver license here. هاي ها الخوت هذا هو كاسكو المهم غادي نتقداو شي حوايج المهم بغينا نوريكم كيفاش داير كثير بزاف بزاف ديال السلعه وسلعه رخيصه في الثمن يعني الا كنتي كتاخذها في سوبر مارشي اخر يعني كتكون ناقصه ب 50 سنت 60 سنت حتى الدولار وتتلقى ذا بيج اماونت يعني كثيره حوايج كثار يعني الا كنتي المهم الخوت حنا تقدينا هادشي هذا بني عامره هنايا اليوم راه مال يوم الاحد بني عامره تقدينا هاد البروتين هادي كما كتشوفوا الدجاج شريف هاد البروتين هذا دايرين ليه واحد الصولد شريت كوكيز for the barbecue not for us barbecue الناس هذا دجاج صدوره ديال الدجاج How many pieces in this? I don't know, it's 4 kg. 4 kilo ديال صدور ديال الدجاج, how much is that? $32. $32. وهذا هو هذا مكان الخوت شرينا سالاد. I got lots of salad. شحال شريت ديال السلطة؟ Can you show them how much? How many? See, these are really quick and easy for dinner, and they've got the dressing already included in it, and it's like $3.30. So way cheaper than just buying all the vegetables and cutting it up. You just put it into the... Yes. And there's different kinds, too. There's like Asian. This is Baja. Baja? Baja. It's the spicy. Okay. Shlada spicy. Yes. And now Shlada har. We're going to go look at the clothes. No clothes for you. Yes. قلتلك نمشيو نشوفو الحوايج المهم خليكم معنا حتى تنساليو هادشي المهم هذا هو تقدينا هادشي هذا اللي تقديناه وغنشوفو الحوايج الا كانت فيهم شي حاجة ما يدار ومن تما غادي نتحركو للدار نلبسو حوايجنا اللي غنمشيو بهم لهاد لهاد العراضة هادي كاين الباربيكيو اخويا اليوم ما كاين ما مشيت انا لله صلى حتى شي حاجة غادي نمشي غادي نقصي خليكم معنا حتى تشوفوا واش غادي هاد هادي بلاصة الحوايج ها هي فيهم حوايج رخاص شي شوية وكذا راكم تما ديال الناس البسطاء بحالنا وهذا مكان غنمشيو نشوفو إلا كاينين شي إلا كاين ما تعجبك هاد الحالة هادي تي عارف خسرة ديال الفلوس دكديك ديال الفلوس تموت لي المهم كيف ما قلت لكم بغيت نشوف شي كاطماط اللاصات ومن تما غنتحركو يلاه خليكم معنا و بغيت نشري شي كيطما ساعتي ما لقيتش لقيت غير تيشيرت غير تيشيرت كوكيز اجين بيب نو هيلثي جلوتين فري اول ناتشرال بارز المهم تقديق ديال الفلوس المهم الخوت شرينا هاد التيشيرت هذا شي حاجه وشريت ايمي هذا لاصال
pants. How much is that? On sale for 15. Oh, okay, you get my card, so that's fine. المهم اخوت هذا مكان انتم كتشوفوا قدينا وحنا غادي نمشيو للطوموبيل دابا غادي نتحركوا للدار من بعد الدار غادي نمشيو لهذاك الباربيكيو من بعد الباربيكيو نقدروا نمشيو لواحد الوقت زويون نوريو لك حتى هو فبقاو معنا وما تزابيوش لا نعاود بعد قليل وهذا هو كاسكو شوف ديالي معايا خوت شو شحال ديال التشيكن وينج الجنوح ديال الدجاج او يا شوف شوف شحال ديال وتي موتو صعب على هذاك الجنوحه ديال الدجاج والخوطه ديال الدجاج هنا انا تيجوني هذيك شي تنقول لها لا اشتري هذا المارون ديال شي جنوح جنوه ولكن فاش كليته بصراحه لذيذ قسما بالله لذيذ How much is that chicken wing? Chicken wings, $22. بسنا حويجتنا اللي غنمشيو بهم من الاعراض كاين القص بصراحه باربيكيو ما كليتش بزاف في الدار خليت داكشي ديال درت داكشي ديال 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 المغرب داكشي ديال ما تقصيتها شي حاجه حتى تنشف الاعراض داكشي اللي درت انا دابا ودابا كنخدمو هنا غادي للبلاصه اللي معروضه لها الباربيكيو ديال صاحبتي ايمي I'm hungry today like super hungry you're fasting all the time maybe just because you want to eat a lot there no okay maybe because today's my cheat day so I could eat whatever I want but not too much but I could eat my sweet stuff that I haven't been doing all week and it's been so good so I'm a little bit happy for that المهم اخوت خليكم معنا نمشيو للباربيكيو الى كان كيفاش غادي نصوروا تما غادي نصوروا لكم بعض اللقطات مع ربا او مع عمري ما مشيت لعند هاد السيده هادي والناس هادو ف تجيني بشكل انا نصور تما فالا كان ممكن انا نصور شي لقطات انا وايمي تما ما كانش من موراها نشوفو خليكم معنا توس حنا جينا لهنايا هادي هي الطبله برجر كدا هادي هي الطبله ديال الماكله المهم بغيت نصور تما كاين ناس كتار فحشمت المهم القصة هو بغيت نوريكم انا عاد داكور كيفاش دي ندير معاكم الابديتين ونشير معاكم هذا هو القص برجرز هنايا شلاضة دايرين حتى تا اللوبيا عجبتني هاد اللوبيا هادي اللوبيا واقيلا والله شلاضة هادي اللوبيا هاي اللوبيا بحال ديال المغرب عجبتني مزيان المهم بقاو معنا وما تمشيوش بعيد حتى تنخرجوا وغادي نكون معكم ان شاء الله اجي دابا عاد راه فسلت ما بغينا نصوروا انا وايمي ولكن حشمت ما كاين بنادم كثير وهذه هذاك الشيء اللي كاين يلا بقاو معنا وما تمشيوش بعيد صور خوت كما شفتوا معنا دوزنا النهار مشينا لعند هذوك الناس قضينا الغراض المهم شبان خوكم جاني الناس والله الا جاني الناس مع الماكلة كل هو كل هذه كل هذه سير تاني عمر التفسير وش سير تاني عمر التفسير معنا تيدير هكا تيدير واحد طبلة كبيرة ما بغيتش نصور تما مع أول مرة غادي نشوف هاد الناس و ما متعودينش عليهم وهادي وكاين بزاف الناس ف قلت خليها نصور لهم على البلاصة كيفاش دايرة وصافي والمهم سالينا القضية كلشي داز مزيان النهار داز مزيان ايمي مشينا لستارباكس او نو 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 اتس ا فري ستارباكس توداي فري ستارباكس بقينا تنتسناو تما مع تعطلو بقى
انا تنتسناو فاش وصلنا لستاربكس وصلنا للاوردر باش نشدوها قالت لك ما غاديش تخلصوا معكم لان ما عندكم لانكم لاننا عطناكم وهذه وهذه شفت الناس مصدقاتي خدت هادشي فابور انا في الاول ما اوردرت والو ما قلت لهم حتى شي حاجه ما بغيت حتى شي حاجه في الاخر فاش قالت لها فابور انا نقول ميرد علاش ما طلبتش علاش ما طلبتش ثاني شي لعبه طلبت فري That's the way my life goes, free. هذا ما كان الخوت المهم اتمنى ان الفلوج يعجبكم وجاني الناس عييت الله يرا عييت باللب طوط الهضرة وكذا ودوزنا النهار كما شتو زوين اتمنى يعجبكم الفلوج وما تنساوش اللي كان كيشوفنا لأول مرة انزل يروح سبسكرايب واحد لايك ويدير شي كومنت زوين تدعيم وهذا ما كان يحفزنا اكثر باش نديرو فيديوهات اكثر كان معاكم اخوكم طاع الرق and Miss Emmy and the house. Yes, we had a great day. A day of just relaxing and sitting in the sunshine and a great barbecue, which I thank my coworker Linnell and her husband Will for doing an amazing barbecue for us. He had two plates and it was delicious. And now it's go to home and chill. هذا ما كان الخوت المهم غادي يكون هذا هو الاخر ديال الفلوغ فما تنساوش تبعونا شاهدوا لي فيديو ديالنا و تحية من الكوراسون احنا وصلنا للدار اديوس الى فيديو جديد ان شاء الله او روفوار او روفوار tell them او روفوار او روفوار say ar au revoir au revoir يلا تهلاو ليا فريوسكم الى فلوج جديد ان شاء الله peace